السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ربنا يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اعمل لايك للموضوع واشترك في القناة وفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. كلنا عارفين ان رامز جلال بيتعمد كل سنة ان تسيطر حالة من الغموض والتكتم حوالين برنامجه، وده يعتبر نوع من انواع الدعاية والتسويق للبرنامج. ورامز جلال اختار اسم رامز مريض نفسي علشان يكون اسم برنامجه في موسم رمضان 2021، وهيتم تصويره في دولة المغرب. ومن المتوقع ان فكرة البرنامج هتدور حوالين لقاء الضيف في قصر تاريخي قديم، والقصر ده هيتم فيه التصوير، وبياخدوا الضيف جولة وبيبتدوا يشرحوا للضيف كل حاجة كانت بتحصل في القصر، وان كان في اشباح كانت بتظهر للناس اللي كانت بتزور القصر ده. ومع مرور الوقت ما بقاش في اي حاجة بتظهر، ولحظة دخول الضيف في مكان تنفيذ المقلب بيتم انقطاع النور بالكامل، وبعد ثواني بيرجع النور عادي، وده علشان يطمنوا الضيف ويكمل معاهم باقي الحلقة. وفي وسط الجولة الأرض بتبلع الضيف في حفرة عميقة مظلمة بالكامل، ومن هنا بيبدأ المقلب، وبيتفاجئ الضيف بأصوات غريبة كأنها طلاسم سحرية. وبيبتدي يظهر للضيف نار بتخرج من بطن الأرض بتنور المكان بالكامل، وهيشوف هياكل عظمية وجماجم لأشخاص. وفي اللحظة دي بيظهر خيال وكأنه شبح بيظهر ويختفي عدة مرات علشان يربك الضيف ويقتنع ان القصر مسكون ويصيبه بالهلع. وفي النهاية بيظهر رمز على هيئة جن وبيقوم بالهجوم على الضيف، وفي الاخر بيكشف نفسه. واستعان رمز بالاعلامية السعودية لجين عمران علشان هي اللي هتستضيف الفنانين. وبيواجه رمز جلال حاليا بعض الصعوبات بسبب فيروس كورونا، وده بسبب ان بعض الفنانين بيرفضوا السفر والتنقل بسبب خوفهم من الوباء. ورامز جلال انتهى من تصوير ما يقرب من 12 حلقة، والبرنامج ده هيكون من أعلى البرامج تكلفة عن البرامج اللي فاتت، علشان المقلب ده بيعتمد في تصويره على بعض التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية الغالية جداً، وده علشان الموضوع يخرج بالشكل الحقيقي المطلوب. ورامز بيتعامل مع أكبر المصممين الأوروبيين المتخصصين في المجال ده، وهتكون الفنانة نرمين الفقي هي أول الضحايا، وده بعد ما أثارت الجدل بصورة نشرتها على حسابها على الإنستجرام مع رامز جلال، وكتبت على الصورة مقلب رامز وأنا شربت المقلب. والصورة دي كانت من كواليس برنامج رامز بيلعب بالنار اللي اتعرض في سنة 2016، وكان من أبرز التعليقات على الصورة كده الفنانين كلهم هيكلموكي علشان يعرفوا المقلب وما يقعوش ضحية لرامز. يا حبيبتي ده انت هتنور البرنامج لرامز، هنشوفك في رمضان ان شاء الله، هتكون احلى حلقة لانك فيها واحلى رامز. وبعد ما شفنا فكرة برنامج رامز جلال، تعالوا نقول لكم على ابرز المسلسلات اللي هتتعرض على الشاشات في شهر رمضان الكريم. مسلسل نسل الأغراب. نسل الأغراب من بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، والمسلسل ده تم الإعلان عن دخوله سباق رمضان في 2021، والفنان أحمد السقا بيتعاون في المسلسل ده مع أمير كرارة، وده بعد نجاحهم مع بعض في فيلم هروب اضطراري. والمفاجأة اللي ما كانش حد يتوقعها إن أحمد السقا وأمير كرارة يكونوا مع بعض في مسلسل واحد، وده بسبب إن الجمهور اتعود على إنه يشوف كل فنان عامل مسلسل لوحده. والمسلسل ده بينتمي للدراما الصعيدية اللي نجح فيها الفنان أحمد السقا في تقديمها بالجزء الاول والثاني لفيلم الجزيره ومسلسل ولد الغلابه اللي اتعرض في موسم رمضان 2019. وبيسعى الفنان امير كراره من خلال التجربه دي التاكيد على قدرته في التنوع والاختلاف وتغيير الصوره النمطيه اللي ارتبطت بيه في السنين اللي فاتت. والمخرج محمد سامي كشف عن شخصيات المسلسل، وبتدور قصه المسلسل حوالين شخصين، عساف الغريب وغفران الغريب، واحمد السقا بيقدم دور عساف وامير كراره بيقدم دور غفران. ومسلسل نسل الأغراب مقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2021، والمسلسل من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد وإدوارد، والمسلسل من إنتاج شركة سينيرجي ومن تأليف وإخراج محمد سامي. مسلسل هجمة مرتدة.
هجمة مرتدة من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري، وبتدور أحداث المسلسل حوالين قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية زي مسلسل رأفت الهجان اللي كان بيجسدها الفنان الراحل محمود عبد العزيز في سنة 1994. وده يعتبر التعاون الدرامي الأول بين أحمد عز وهند صبري، وبيشارك في المسلسل نضال الشافعي، ماجدة زكي، هشام سليم، ومحمود البزاوي. مسلسل هجمة مرتدة من تأليف باهر دودار وإخراج أحمد علاء الديب ومن إنتاج شركة سينرجي. مسلسل الملك. الملك من بطولة النجم عمرو يوسف وإخراج حسين المنباوي، والمسلسل بتدور أحداثه حوالين قصة أحمس اللي هيقوم بتجسيد شخصيته عمرو يوسف وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرده للهكسوس من طيبة. والمسلسل عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ كفاح طيبة، ويعتبر المسلسل من أهم وأضخم أعمال شركة سينرجي وأروما لموسم درامة رمضان 2021، وده بسبب الطابع الفرعوني المميز من ديكور وملابس ومؤثرات بصرية من تنفيذ فريق روما. مسلسل كوفيد 25. بيشارك الفنان يوسف الشريف في سباق درامة رمضان 2021 بمسلسل كوفيد 25، وطرح يوسف أول بوستر للمسلسل من خلال حسابه على تويتر. المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وانتهت إنجي من كتابة 10 حلقات من المسلسل وبتكمل حاليا باقي الحلقات، وبتجري الشركة المنتجة جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائي للشخصيات الرئيسية والسنوية اللي هيتم التعاقد معاهم بعد موافقة المخرج أحمد نادر جلال عليهم. مسلسل عش الدبابير. مسلسل عش الدبابير من بطولة مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، وتم الإعلان عن المسلسل عن طريق محمد سيد بشير اللي كتب على الفيسبوك: بسم الله ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله. تم الاتفاق رسميا على إنتاج مسلسل عش الدبابير أسطورة سوريا وسفينة بين قوسين اسم مؤقت رمضان 2021 بإذن الله على MBC مصر، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح. مسلسل ضل راجل. كشف الفنان ياسر جلال من خلال برنامج توب تريندينج انه بيشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل ضل راجل، واللي بينتمي لنوعية الاعمال الشعبية، والعمل من انتاج شركة سينرجي وتأليف احمد عبد الفتاح واخراج احمد صالح، وبيشاركوا في العمل الفنانة نور للمرة الثانية بعد مسلسل رحيم، وكتير من الفنانين بيتم التعاقد معهم حاليا، منهم الفنان محمود عبد المغني اللي شارك ياسر جلال في مسلسل ظل الرئيس. وبسؤاله عن مسلسل سيف الله رد وقال انه مش جاهز يشارك في عمل عظيم زي ده لانه محتاج وقت ومجهود للتحضير، وحاليا في اجتماعات بين الشركة المنتجة وفريق العمل لوضع التفاصيل الاخيرة قبل التصوير، وحضر انطلاق التصوير مجموعة كبيرة من مسؤولين الانتاج في شركة سينرجي. مسلسل اللي ملوش كبير. استقرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على لعب دور البطولة في مسلسل اللي ملوش كبير اللي بيجمعها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج شركة سينرجي، والعمل بينتمي للمسلسلات الاجتماعية التشويقية، ومرشح لمشاركتها في العمل الفنان خالد الصاوي والفنان عايدة رياض والفنانة بدرية طلبة وإيمان السيد. وحاليا تم الانتهاء من التعاقد مع باقي المشاركين في العمل، وتم بدء التصوير وجمع الممثلين مجموعة من المشاهد في أحد مولات 6 أكتوبر، والمخرج كان حريص إنهم يبدأوا التصوير بدري، وده علشان يلحقوا يخلصوا قبل حلول شهر رمضان. مسلسل ضد الكسر. ضد الكسر ده الاسم المبدئي لمسلسل نيل كريم الجديد، والمسلسل من إنتاج جمال العدل وإخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وهو إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، وبتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حوالين شخصية سلمى اللي بتجسد دورها الفنانة نيل كريم، وهي بنت عايشة في منطقة رود الفرج، وأختها الفنانة طور عماد ومصطفى درويش بيحاول يبتزها بالأسرار اللي يعرفها عنها علشان يتجوز أختها، وبتتعرض لمشاكل كتير خلال أحداث المسلسل. وحاليا انضم للمسلسل هشام إسماعيل وعرف عبد الرسول ومحمد فراج وغيرهم كتير، وبيتم التعاقد معهم حاليا. مسلسل حرب أهلية.
من أيام قليلة بدأ تصوير مسلسل حرب أهلية، وده المسلسل اللي هتنافس بيه الفنانة يسرى في الموسم الرمضاني لسنة 2021، والعمل ده من إنتاج العدل جروب وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وده يعتبر المسلسل الثاني اللي بتنافس بيه العدل جروب في الموسم الرمضاني. وتم تصوير أول مشاهد المسلسل في أحد أماكن التصوير بالجيزة، وانضم ليسرى مؤخرا مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جميل عوض وخالد أنور، ومؤخرا انضم الفنان باسل خياط للفريق، وبيستعدوا حاليا لتصوير مشاهدهم بعد الانتهاء من بناء باقي الديكور. ده كان آخر موضوعنا، أتمنى أن احنا ننال إعجابكم. سلام عليكم.